بهجوم نوعي لحركة حماس في 7 أكتوبر تشرين الأول العام الماضي على غلاف غزة، وبدء إسرائيل حرباً واسعة على القطاع. تلاها استهداف حزب الله في لبنان مواقع إسرائيلية في مزارع شبعة، واستهداف الحوثيين في اليمن أي سفن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب، وتنفيذ الفصائل المسلحة والتي تعرف بالمقاومة الإسلامية في العراق عدة هجمات على قواعد أمريكية، مع محاولات لاستهداف إسرائيل بالطائرات المسيرة، برز دور محور المقاومة. فما هو؟ هو تحالف غير رسمي لكيانات وجماعات مناهضة لإسرائيل والنفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط، تقوده إيران والتي تلعب دوراً مهماً في دعم وتسليح باقي الأطراف، فهي كانت حاضرة في العديد من النزاعات الإقليمية في الشرق الأوسط، أبرزها الحرب في سوريا عام 2011 من خلال تقديم الدعم للحكومة السورية. حزب الله في لبنان كيان سياسي وعسكري واجتماعي يتمتع بقاعدة جماهيرية ونفوذ كبير بين أوساط الطائفة الشيعية في لبنان، يحظى بدعم إيران، وبرز إلى واجهة الأحداث أثناء احتلال إسرائيل لجنوب لبنان عام 1982. حركة المقاومة الإسلامية حماس أكبر الجماعات الإسلامية الفلسطينية، أسسها الشيخ أحمد ياسين عام 1987 بعد الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وتحكم قطاع غزة، خاضت حروباً عدة مع إسرائيل منذ توليها السلطة في غزة عام 2007. المقاومة الإسلامية في العراق تضم جماعات وميليشيات مسلحة تستهدف القواعد والقوات الأمريكية المتمركزة في العراق وسوريا، ويعتقد أنه يتم تسليح وتمويل وتدريب هذه الجماعات من قبل الحرس الثوري الإيراني. جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن جماعة سياسية ودينية مسلحة ظهرت في التسعينيات وأخذت اسمها من مؤسس الحركة الراحل حسين الحوثي، والزعيم الحالي للجماعة هو شقيقه عبد الملك الحوثي. سوريا، والتي تعتبر بقيادة الرئيس بشار الأسد جزءاً من المحور، حيث كانت ساحة لتبادل الهجمات بين الميليشيات المدعومة من إيران والغارات الجوية الإسرائيلية ضد أفراد إيرانيين وأعضاء من حزب الله. محور المقاومة، استخدم هذا المصطلح من قبل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وعدد من قادة الحزب إلى جانب مسؤولين إيرانيين ووسائل إعلام مؤيدة. برز دوره مؤخراً في هجوم إيران الأول من نوعه بطائرات مسيرة وبصواريخ على إسرائيل رداً على هجوم القنصلية الإيرانية في دمشق، ورغم عدم وجود اتفاق هيكلي أو اتحاد شكلي أو بنية تنظيمية مؤسساتية بين أطراف المحور، إلا أن اللقاءات تكررت مثلاً بين قادة حماس والمسؤولين الإيرانيين. أبرز هذه اللقاءات بين أطراف المحور كان فعالية منبر القدس في ذكرى يوم القدس العالمي، والتي ألقى فيها قادة المحور كلمات مسجلة أكدوا فيها تمسكهم بالمقاومة كخيار وحيد لمواجهة إسرائيل.